بسم الله الرحمن الرحيم. نوفمبر 2019، بيبر 1 فاريانت 1. والسؤال السابع هنا يا جماعة، سؤال عن الالكتريسيتي. بيقول لي the resistance of 1 meter length of resistance wire is 7.6 ohm. بصوا يا جماعة، ده كده من هنا اهو لحد هنا اهو، السلك اللي انتوا شايفينه ده في النص ده، ده طوله 1 متر. خلاص الريزيستنس بتاعه كله على بعضه كله على بعضه كله على بعضه كده كام يا جماعة؟ 7.6 ohms. طيب a length of this wire is taped to the meter rule. A crocodile clip is connected to one end of the resistance wire exactly at zero. لزقوا من هنا يا جماعة بسولوتيب ومن هنا بسولوتيب. خلاص of the rule. خلاص ماشي. عايز ايه؟ بيقولي a second terminal بقى عنده هنا PQ is connected to a movable contact. ده يا جماعة شايفين ده؟ شايفين ده يا جماعة؟ السلك ده كده بيتحرك، السهم ده كده اقدر احركه كده، يعني ممكن اجيبه هنا، ممكن اجيبه هنا، ممكن اجيبه هنا، ممكن اجيبه هنا. خلاص to a movable contact using a long length of connecting wire. The movable contact is in contact with the resistance wire at a length L from the 0 meter mark on the rule. The movable contact is placed at a different point. زي ما قلت لحضراتكم، يعني اقدر ال 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 السلك ده اجيبه هنا اهو، بحيث يبقى في الحتة دي كده، وممكن اجيبه هنا اهو بحيث يبقى قاري ال 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 الحتة دي بس. خلاص ماشي. عايز ايه بقى؟ عايز ايه؟ بيقول لي on figure 7 to sketch a graph to show how R varies with L for values of L between L equals 0 and L equals 1. حبايبي حبايبي، اقرا معايا تاني. السلك يا جماعه طوله 1 متر. خلاص الريزيستنس بتاعه كله على بعضه من اول الصفر لحد ال 1 7.6. خلاص طيب، فعايزني ارسم جراف للعلاقه ما بين اللينث والريزيستنس. اللي هيجاوب يا جماعه السؤال ده لازم يكون عارف ان العلاقه ما بين اللينث والريزيستنس علاقه دايركتلي، علاقه دايركتلي. ركز انه قال لك مارك ابروبريت فاليوز اون ذا اكسس اوف ذا جراف. طبعا يا جماعه احنا سكتش ذا جراف مارك، فهنا في 0.5، هنا في 1، هنا في 5، وهنا في سي مثلا 10، وهنرسم الجراف كده بحيث ركز يا جماعه ان عند 1 الريزيستنس بكام؟ ب 7.6 اوم. تمام، هو ده اللي طبعا. على فكره انا ممكن يا جماعه ما اعملش ال 1 وما اعملش الكلام ده، انا ممكن جاست اعمل ممكن اعمل ال 1 تمام، وهنا ال 7.6. خلاص بس انا حبيت ان هي تبدو وكانها جراف. اذا يا جماعه بس انا محتاج منك حاجه، انك توريني ان الطول اللي هو 1 متر هو يقابله هنا 7.6 اوم. ده اللي هو مارك ابروبريت فاليوز اوف ذا اكسس اوف ذا جراف. دي اجابه هذا السؤال. السؤال اللي بعده، state what is meant by electromotive force. حبايب قلبي، electromotive force يبقى حضرتك بتتكلم على voltage. تمام، افتكر لما جينا شرحنا electromotive force يا جماعة، الكولوم يخش البطارية فالبطارية تديله energy، هو ده electromotive force. ايه هو electromotive force؟ هو الانرجي اللي خدها الكولوم الواحد، الانرجي اللي اخدها يا جماعه الكولوم الواحد. طبعا الكولوم يمشي بالانرجي كده، يجي لللمبه ياخد، اللمبه تاخد منه الانرجي وهكذا. اذا يا جماعه ما تعريف الالكتروموتيف فورس؟ اي في ايكوالز اي اوفر كيو، حيث اي هي ذا اماونت اوف الكتريك بوتنشال انرجي جيفن باي ذا باتري تو وان كولوم اوف تشارج تو ترافل ذا هول سيركت. ايه هو يا جماعه الاي ام اف؟ هو كميه الانرجي اللي البطارية بتديها للكولوم الواحد. تاني، ايه هو الاي ام اف او الفولتج؟ هي طبعا هو هي الاي ام اف طبعا بالفولتج، لما يكون فولتج اعطاء بيتقال عليه اي ام اف، لان البطارية بتدي فولتج فده بيتقال عليه اي ام اف. خلاص يبقى ايه هو تعريف الاي ام اف بتاع البطارية؟ يعني ايه لما اقول ان يعني ايه بطارية 12 فولت؟ 12 فولت يعني بتدي 12 جول للكولوم الواحد. ده معنى V equals E over Q. يبقى هو الالكتروموتيف فورس the amount of electric potential energy given by the battery to one coulomb of charge to travel the whole circuit. اللي بعده، calculate the current in the resistance wire. تاني يا جماعة لازم تكون حافظ الستاشر رول بتوع الالكتريسيتي.
خلاص اتكلمنا فيهم كتير جدا جدا جدا. حبايبي في ايكوالز اي ار، انا معايا الاي ام اف يتقال عليها في عادي يا جماعه، ومعايا الريزيستنس، يبقى اجيب الكرنت ولا لا؟ يبقى اي ايكوالز في اوفر ار. طبعا البطاريه بتاعتي 12 فولت، السلك على بعضه ومفيش غيره يا جماعه في السيركت، الريزيستنس بتاعته 7.6 اومز. يبقى ده يا جماعه، يبقى ده معنى ان الكرنت اللي في السيركت 1.6 امبيرز. طيب بيقول لي احسب the potential difference between the terminal P and the terminal Q when L equals 0.35 meter. حبايبي ركز معايا تاني، ركز معايا تاني، هنحط هنا فولت ميتر خلاص. طيب ارجع لراس السؤال، هتلاقي بيقول لك الطول ده كله من هنا لهنا 1 متر، الريزيستنس بتاعته بكام؟ 7.6 اومز. افتكروا معايا يا جماعه لما قلنا يا جماعه الفولت ميتر ما بيقراش غير اللي في حضنه بس. الفولت ميتر ده يا جماعه طالع له دراع من هنا وطالع له دراع من هنا، فالجزئيه اللي في حضنه اللي ما بين دراعاته اللي ما بين ايديه هي الجزئيه دي، which is الراجل بيقول ان هي 0.35. ممكن تقول لي بقى فولتج الحته دي بكام؟ الموضوع ابسط مما تتخيل. هنقول والله اذا كان ال1 متر كلها عباره عن 7 واخده 12 فولت، اهو يا جماعه ال1 متر كلها من هنا اهو لهنا اهو واخده 12 فولت، تمام يا جماعه. طيب امال بقى 0.35 يبقى الحته دي لوحدها واخده كام فولت؟ طبعا لما تحسبها تطلع 4.28 فولت معايا. يبقى يا جماعة أنا لو جبت أفهمها لك أكتر، لو أنا جبت فولت ميتر يقرأ لي من هنا هو لحد هنا هو المتر كله هيقرأ 12 فولت، بس لو أنا جبت فولت ميتر يقرأ لي من هنا هو لحد هنا هو بس هيقرأ لي 4.2 فولت. بيقول لي احسب the charge that passes through the resistance wire in 5.5 minutes. والله يا جماعة واضح إن ده تايم، وتذكر معايا ان انت معاك هنا كارنت والراجل هنا عايز تشارج which is Q. يبقى قلنا يا جماعه المفروض ان احنا نكون حافظين الحروف قبل ما تحفظ الرول يا جماعه، تكون حافظ الحروف، يبقى عارف عارف ان دي اي وعارف ان دي في وعارف ان دي تايم كده يعني. فاي ايكوالز كيو اوفر تي، دي من ضمن ال 16 رول اللي قلنا لازم تحفظهم زي اسمك. اذا ده حبايبي معناه ان كيو ايكوالز اي تي، حيث اي هي 1.6 تي هي كذا، إذن هيطلع لي في النهاية يا جماعة 530 كولوم. دي إجابة هذا السؤال الجميل، وده المارك سكيم بتاعه. أتمنى إن احنا نكون قدرنا نوصل جزء من هذه المعلومة بشكل كويس.